الله يمسكم الخير اخواني واخواتي. عندي توضيح مهم جدا، وهذا التوضيح انا تأنيت الى ان تأكدت من كل المعلومات، ثم ابين لكم التوضيح حتى نقفل هذا الملف وهذا الباب نهائيا. التوضيح ما يلي: طبعا في الفترة الاخيرة صار كلام كثير على موضوع الفيمتو، منتج كذا، الدولة الفلانية، الدولة الفلانية. طبعا انا بعطيكم الرد النهائي، وأتمنى أن احنا نأخذ بعين الاعتبار، وفي نفس الوقت لا نصدق كل ما يصلنا. اتفقنا؟ طيب، المصنع الرئيسي موجود في بريطانيا، وهو صاحب ومالك العلامة فيمتو. طيب، هذا المصنع في بريطانيا عنده 4 مصانع إقليمية موجودة في الشرق الأوسط، وهي في السعودية مصنع، في إيران مصنع، في العراق مصنع، وفي اليمن مصنع. هاي 4 مصانع موجودة لشركة فيمتو الأساسية اللي في بريطانيا في الدول اللي قلتها لكم 4، وكل مصنع مسؤول عن خلينا نقول منطقة جغرافية تخصها. طبعا الصورة الأولى، هذه الصورة الأولى. النقطة الثانية، تاجر قطري عنده شركة استيراد تصدير يبغي يجيب الفيمتو، راح حدا الدول هذه، صارت فيه صعوبة طبعا في انه يستورد من عندهم، فكان اليمن بالنسبة له هو الأقرب، فراح إلى اليمن ووصل إلى المصنع. ركزوا معي، وصل إلى المصنع حتى يستورد من عندهم الفيمتو يجيب الدوحة. المصنع رفض. ليش رفض المصنع؟ لأنه قال لأن أنا مسؤول عن اليمن وبعض الدول الأفريقية القريبة من اليمن. طيب إيش الحل؟ بعد التداول وصلوا إلى أنه هو يشتري من السوق المحلي. الرجال نزل واشترى تقريبا 8 حاويات أو كونتينرات من السوق المحلي في اليمن. 4 منهم وصلوا الدوحة والآن موجودين في الميرة، و4 باتر عقب باتر بالكثير بيتم الإفراج عنهم إن شاء الله وبيدخلون. طيب، عشان نوضح مرة ثانية، منتج المصنع في اليمن، العلامة المالك العلامة في بريطانيا، جاء عن طريق سلطنة عمان، عنده شهادات صحية من سلطنة عمان أن هذا المنتج ما في أي مشكلة. والنقطة الأخيرة الأهم أن تم فحصه أيضا في دولة قطر في وزارة الصحة، والحمد لله ما في شيء، وتم الإفراج عنه وممكن يتم استهلاكه وشربه. فيما يخص موضوع البركود، هذا موضوع اللي هو الفيمتو. فيما يخص موضوع البركود أو الرقم التسلسلي هذا الموجود على أي منتج، أنا اليوم قررت وكتبت قلت لكم يا جماعة الخير أن دولة قطر لا تملك، ما عندها رقم بركود خاص فيها. طيب، وين نجيب البركود؟ إحنا نجيبه أما عن طريق شركات تجارية عالمية، أما عن طريق النت أدخل بطريقة معينة أدفع وكذا وأخذ بركود وأحطه على 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 الجهاز عندي. لأن أغلب الآن الشركات وأغلب منافذ البيع في الدولة تطلب لازم يحط لك، شفت مثل إشاعة كذا يحطها على الجهاز وتعطيه صوت، هذا هو يكتب، طبعا يكتب السعر والبدل المنشأ والتفاصيل كلها مثل المنتج. بعض الدول ما عندها هذا البركود، ومن ضمنها دولة قطر، وأعتقد إن ما خاب ظني أيضا اليمن ما عندهم بركود، فهم يستعينون بعض الشركات الإقليمية أو الخارجية يأخذون من عندها البركود يشترونه. عاد تشوف إيش يطلع لك. أنا اليوم عملت تجربة حية صراحة، ورحت إلى أحد الجمعيات وخدت منتج قطري معروف، منتج قطري معروف مصنعه في قطر، وشيكت على رقم البركود أو 3 أرقام في البركود أو 4 أرقام شيكت عليها، وقارنتها بلسة أرقام أنا عندي موجودة مد بركود يعني مخذة من جهة رسمية في الدولة، واتضح فعلا أن الرقم البركود هذا يتبع دولة أخرى. تخيلوا، وهو منتج قطري، واحنا عارفين كلنا، ويمكن بعضكم يمكن زار المصنع هذا بعد وشافه.